مشاهدينا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خليها تريندينج. خبر اليوم اختارنا لكم الفيديو اللي راجع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ديال الفنان محمد رمضان. نقابة الموسيقيين حالته للتحقيق، بغيتوا تعرفوا التفاصيل اكثر وحصريا غادي ناخذ اتصال مع المستشار القانوني محمد مختار المصري. بقوا معنا ما تمشوا فين. الو، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام. عمر المختار المستشار القانوني. أهلا وسهلا بك يا فندم. كيف أستاذ؟ بخير؟ أهلا وسهلا بك، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، بارك الله فيك. أستاذ، بغيت نتكلم معك على موضوع راجع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولذا درجة في الوطن العربي ديال الفنان محمد رمضان. أهلا وسهلا. مستعد لجميع الأسئلة إن شاء الله. تحت أمرك يا فندم، تفضل. مرحبا أستاذ. نقابة الموسيقيين يعني حاولت أنها توقف حفلات الفنان محمد رمضان وتحيله للتحقيق، ربما اليوم أنتم كمستشارين قانونيين شنو تقدروا تقولوا في هذا الموضوع؟ والله هو بالنسبة لمحمد رمضان هو نجم بحجم المشاهدات وبحجم الجمهور بتاعه طبعا، ولكن ده لا يمنع إن الجمهور ده مستثنى منه من مصر النخبة، يعني مستحيل تلاقي حد من النخبة المصرية بيسمع محمد رمضان أو بيتفرج على حاجة أو منتج من المنتجات اللي هو بيقدمها محمد رمضان، نظرا لخروج الأسلوب بتاعه عن التيمة المعتادة للأخلاق المصرية. طبعا الشاعر دائما وأبدا بيقول لنا مقولة شهيرة بتقول: إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. والتصرف اللي بيأتيه محمد رمضان لا يلقى قبول النخبة، الناس اللي هي تقدر تعول عليها الرأي ديالها والتقييم للموضوع. يعني ربما النخبة اللي عندكم في مصر ما تتحاولش أنها تشوف بحال هاد الفيديوهات، يعني تتابع نجوم وأهرام الفن المصري. هو بقى نتيجة وجود حراك لهذه النخبة طبعا هو توقيفه الآن. طبعا احنا بنفترض كمان ان نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر هو شخص من النخبة أيضا، لأنه راجل بيقدم فن هادف فعلا ونجم كبير وشخص مسؤول. استاذ، هذه ماشي هي المره الاولى ولا المره الثانيه، هذه المره وقيله الثالثه في التوقيف ديالو، وتنشوفوا عاوتاني محمد رمضان في الحفلات وفي تدير نفس الامور، مثلا بحال اخر حفله حاول انه حفله عفوا انه يحيد الجاكيت ديالو ويبقى عاري. طبعا دي حاجة احنا كشعب مصري ممكن نتأسف منها كاملين، طبعا ان اي حد في الوطن العربي او في العالم يشوف منظر زي ده ويحسبه على الشباب المصريين او على الرجال المصريين، لان ده طبعا مش من طبعنا. ولكن انا حابب اوضح لحضرتك ان كل شيء بيتم في مسار قانوني، بمعنى اذا كانت النقابة في اللائحة بتاعتها او القانون بتاعها بتنص على مواد معينة بتبيح ليهم الغناء في سياق درامي أو في سياق سينمائي، فبيبقى هو ده المخرج اللي بيعمل منه الفيديوهات. ربما طبعا ربما عفوا استاذ عمر علاش طبعا قطعتك، ربما هذا الشيء اللي خلى الفنان الكبير عادل إمام انه ما يتعاملش مع محمد رمضان على هذا السلوك. هو مش ما تعاملش معاه، هو محمد رمضان كان بيهزر مع محمد عادل إمام في أحد المرات وسأله على الموضوع دون، يعني بالمعنى المصري يعني بعيد على شنبك، يعني خليك في الموضوع حالك. ده خليك في حالك، بعيد اوكي. على شنبك ان انت تمثل مع الزعيم. طبعا عادل امام احنا لا ننكر ان عادل امام في سياق درامي كان بيخرج برضو عن احيانا عن ولكن ده لا يمنع ان الطريقه اللي بيتخذها محمد رمضان دلوقتي واللي حقق بعيدة بيها بعد شهرة الكل. كبيرة بطريقة النرجسية بتاعته وبطريقة التحصل على الجمهور من خلال التحدي ومن خلال صناعة الفوضى والبلبلة أحيانا، خارجة عن الإطار وعن الأخلاق المصرية تماما. يعني إحنا لا يمثلنا محمد رمضان في هذا الجانب إطلاقا، مع فعلا التحفظ إنه هو قدم منتج من المنتجات اللي ممكن تحترم، انه هو كان بيمثل احد افراد القوات المسلحه في مرحله من المراحل وقدم عنه طريقه معينه للشباب المصري للتوجيه المعنوي المحترم، دي بنحترمها، وده لا يمنع ان انت ممكن تاتي بصغيره يكون لها قيمه كبيره عند المجتمع طبعا. أستاذ عمر، أنتم نعم بكونكم مستشار قانوني شنو الحكم اللي يقدر يخده محمد رمضان في هاد التحقيق؟
أنا هو المسار القانوني اللي محمد رمضان دائما وأبدا اللي بيتخذه هو الغناء في سياق تمثيلي أو في سياق درامي أو في سياق سينمائي. ده للأسف ربما الشديد، يمكن يتوقف على الغناء بشكل بمرة. ما هو ممكن أن يتم توقيفه عن الغناء بشكل نهائي إذا أصر على العناد، لأن هو الإقرار اللي قدمه بأنه ما يقلعش هدومه هذا طبعا، او يعني يتجرد من ملابسه امام الجمهور، هذا اقرار شخصي، ولكن احنا بنتكلم دايما في القانون اللي بتنصه نقابة المهن التمثيلية زائد نقابة المهن الموسيقية. تمام؟ فعلا طبعا انا تنشوف استاذ عمر، اسمح لي قطعتك مره اخرى، تنشوف في المواقع التواصل الاجتماعي وفي الصفحات يعني لي كومونتير بزاف انه محمد رمضان زعما ما غاديش يصوروا منه حتى شي حاجه، يعني ما غاديش ياخذوا منه لا حق ولا باطل. محمد رمضان عنده ناسه عنده جمهوره. واش فعلا اليوم النقابه الموسيقيه غادي تحسم بشكل نهائي في هذا القرار، وغادي يكون قرار اللي ربما ما غيتراجعوش عليه النقابه الموسيقيه؟ أنا دائما وأبدا بحترم القانون في الموضوع ده. أنا عارف إن القانون من الجهة النقابة الموسيقيين ما يحميش محمد رمضان، ولكن اللي بيحميه أنا زي ما قلت لحضرتك القانون المتعلق بنقابة التمثيل. على لماذا؟ لأن القانون ديال نقابة التمثيل بيحميه من جهة إنه يستطيع أن يقدم منتج درامي أو تمثيلي أثناءه يقدم أغنية زي ما كان فعلا بيعمل يعني المرحوم تقدر أحمد زكي، وزي ما كان بيعمل بعض الفنانين الكبار. يعني هو اتجه لواحد الحاجة أخرى اللي غتقدر تحميه، مثلا إذا ده كان هي عنده دي فيلم يقدر يدير ليه الإنتاج الأغنية فيديو دياله. أثناء الفيلم أو أثناء المسلسل، وهو ده اللي هيكون المخرج بتاعه أو الثغرة القانونية اللي هو هيخرج منها للإعلام تاني. ولكن كاين بقى جزئية أخرى، الجمهور. الجمهور مشكلة هنا، لأن مجموعة الشباب اللي هم بيحققوا له كمية كبيرة من المشاهدات، ومجموعة الفتيات مع احترامي الشديد ليهم هم طبعا شباب صغير لسه في سن بيقوم تشكيله، احنا بنعذرهم طبعا، ولكن دورنا ان احنا نقومهم، ودورنا ان احنا نقدم لهم الفن الهادف، لأن فيروس الفن فيروس خطير لا يقل عن أي خطر عن أي فيروسات أخرى ممكن تأذي عقول الشباب. ومن ثم أنا أحب أبشرك من دلوقتي، هو طبعا عنده بعض النقط اللي بتخلي ممكن تدخل من هنا أو من هنا يحميه في اتجاه معين، ولكن بس القانون لن فوق يستطيع، الجميع. ولن يستطيع أن يحمي نفسه من حرب عقول المصريين. لا يعني إله إلا المصري الله. يستطيع أن يسكت لفترة ما، ولكن حينما يقرر أن يبدي رأيه أو أن يتخذ قرارا برأيه أو بعقله لن يستطيع أن يوقفه أحد. فعلا عمر المختار المستشار القانوني، شكرا لك على هذا الكلام الطيب، شكرا لك على هذا اللقاء، واسمح بارك لنا الله لأن فيك، أعطيتنا من وقتك، وشكرا شكرا لتلبية جزيلا، الدعوة. بارك الله فيك شكرا على لك، الرحب نلتقي والسعي فيك، إن شاء الله بدنا نلتقي على في الرحب فرصة. والسعي. يلا شكرا. كان هذا رد المستشار القانوني المصري محمد مختار لتكلم لنا على نقابة الموسيقيين لحالة تحقيق الفنان محمد رمضان. مشاهدينا نتلقى في حلقة جديدة مع خبر آخر، دمتم في أمان الله.